ننتقل نستعمل البطاقة البيومترية، الصورة والمعلومات كامل في البطاقة البيومترية، نحطوها في الطارئ، نسجلوا نعطوا المعلومات اللي يبغاها، هو يجيب لنا كاع لي دوني بالتصويره وكل شيء. يهز لي المعلومات الأساسية اللي تطلبها البطاقة البيومترية باش تفتح المعلومات، خاطر لابيسادي مكودية. يطلب منك ثلاث حوايج، يطلب منك رقم البطاقة، تاريخ الميلاد، وتاريخ نهاية الصلاحية تاعها، باش يفتح يعطيك لاكسي للمعلومات اللي في البطاقة. هذا هو هذه الامبريمي اللي تخلي دوكا واش ندير؟ نجيب هنا شفت الامبريمي فيها كود بار هذه الورقة باش نعرف السيد اللي امبريمي باش ما نتعبش روحي نعاود نشارشي غير نفوت هنا اللي في الكود بار يجيب لي لي دوني تاع اللي ضخناهم هي في السيستم من تحت نعاود ندير معاينة تبان لي البطاقة نطبعها هنا دوك كي نطبعها بمجرد ما تطبع يجيك ميساج في التليفون تاعك مثلا اليوم جديد تلقى 16000 راك شوف 3000 واش مجدين يعني مازال رانا هكا رانا 2019 شحال سجلنا لا في عام هذا 2019 سجلنا 2300 جهاز الخدمة الذاتية يعني هذا واش يولي ما تسحقش مكتبي تخدم روحك بروح كيما اللي يجي شي اوتوماتيك تاع الباك مثلا بغيت نجدد بطاقتك ونقدروا نديروه ميتي قال ميتي فونكسيون فيه البحث وفيه الاعاره وفيه التجديد خمس دقائق تحصلت على بطاقه غير من الورقه اسمه البطاقه البيومتريه الحق انا راني معجب بهذا الابداع الله يبارك احنا نتمناو ان شاء الله تتعمم هذه التجربه الرائده على المستوى الوطني